اهلا بحضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وبطبيعه الحال عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم ومع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا حول لقاء الامس وحول ما هو قادم ان شاء الله وحول رؤيته اصلا للدوري في النسخه الجديده عامل ازاي وقوه المنافسه والصفقات الجديده. كتير جدا من الملفات هنفتحها مع الضيف اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي. سعداء بوجود حضرتك يا فندم. اهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك يا استاذ كريم. اهلا بيك يا استاذ نوال. سعيد ان اكون موجود معاكم وموجود في قناه كبيره زي قناة النادي الأهلي. لا احنا سعداء بجد. هو والله انا ما بجاملش حضرتك من النقاد يعني اللي انا بحب بجد اقرا لهم والله بجد. ربنا يخليك يا استاذ نهاوند. هنبدا بقى مع بعض دلوقتي لان احنا عندنا الدوري ده الملف الابرز. طبعا احنا بقى لنا كم يوم كده بنشهد ماتشات مهمه جدا. كان في تعادل امبارح بين يعني بيراميدز والمصري، شفنا كمان فوز الزمالك على السيراميكا، وشفنا الحمد لله فوز الاهلي على اسوان. خلينا نبدا بالثلاث ماتشات دول بقى كان نخش بقى في ملف النادي الاهلي باستفاضه. بالنسبه لمباراه بيراميدز والمصري، يمكن بيراميدز هذا الموسم لسه بيعاني، بس ما كانش توقع التعادل السلبي ده. صحيح. بيراميدز من الانديه الكبيره جدا وصيف الدوري الموسم الماضي، عنده مجموعه من اللاعبين، عنده استقرار فني في الجهاز الفني من معاه من السنه اللي فاتت جونياس، بيقدم مستويات رائعه من الموسم الماضي. التعادل برضو بالنسبه له بطعم الخساره، التعادل في مباراتين، اول مباراه وثاني مباراه، ده بالنسبه له الامور صعبه جدا. ونفس الامر على النادي المصري اللي ضم مجموعه كبيره من اللاعبين من افضل اللاعبين بقياده طبعا كابتن ايهاب جلال، واحد من نجوم التدريب في مصر وكان مدير فني المنتخب المصري، خسر برضو. التعادل بالنسبه له خساره كبيره جدا. واعتقد ان الدوري هذا الموسم اللي انا شايفه الفرق كلها عامله حساب لبعضها قوي. الفرق كلها خايفه من بعضها، في تحفظ كبير جدا. يعني الفرق اللي انا شايفه في المجمل في الاسبوع الاول مباراه اللي اقيمت امس، كل الفرق عندها تحفظ دفاعك بشكل كبير جدا، مش عاوزين يهاجموا، عارفين الفرق اللي قصادها والفرق كلها دعمت بشكل كبير جدا. فالموضوع بالنسبه لهم الهجمات بالنسبه لهم ان هم يهاجموا الموضوع صعب قوي قوي، وخايفين طبعا ان الفرق كلها دعمت ومش عاوزين يخسروا. يعني البدايات انما بتخسر في اول مباراه في الدوري دي بتعمل لك ازمه كبيره جدا، فهم متحفظين. ثانيا بقى والاهم ان لسه المستوى الفني مش هيقدر محدش قادر يعرفه. انت دلوقتي كل لعبه بتلعب الفريق الثاني اللي هي عارفه بقى لها سنين، بس المره دي ده فرقه مختلفه، في تغييرات يعني كبيره، في تغييرات جذريه. فانت بتلعب اسوان، بس ده ما تعرفش ده اسوان ولا بتلعب سيراميكا، هو ده سيراميكا ولا مش سيراميكا. صحيح. يعني كل الانديه هذا كويس ولا مش كويس اصلا اللي حاصل ده. فكره الصفقات الكتيره اللي حصلت في كتير من الفرق، اكيد المبدا من يعني حيث المبدا فكره كويسه، في انت محتاج لعيب في مركز معين فبتدعم او بتطعم انجاز التعبير قوام فريقك الرئيسي بمجموعه صفقات. لكن كما هو الحال في فرق معينه زي اسوان مثلا لما بنتكلم على 19 صفقه، فانت بصدد فريق جديد تماما. صح. وهتبقى نازل بتلعبه مش بقى بموروثك وخلفيه معرفتك دي، انت مش بتلعب فرقه مش عارفها. صحيح صحيح. هو الفرق عامه كل الفرق دعمت هذا الموسم، ولكن المدير الفني الكوف اللي هو بيدعم على وفقا للاحتياجات بتاعته. انا ممكن ادعم باربع او خمس صفقات بس هم فعلا هو ده اللي انا محتاجه. النادي الاهلي، النادي الاهلي السنه دي اتعاقد مع ثلاث صفقات مثلا، فبالنسبه لهم دول شوف الاهم. ليه؟ والفرق اللي دعمت بحاجه و20 صفقه لا اسوان طبيعي الفرق اللي طالعه من القسم الثاني بالتاكيد لازم تدعم، عشان القسم الثاني مختلف تماما عن الدوري الممتاز، فبالتالي انت بتجيب لعيبه خبرات عندها خبرات. ولكن فكره التجانس مش هيجي من مره واحده، مش هيجي من مباراه او مرتين، هتاخد وقت طويل جدا، والوقت الطويل ده ربما يبقى فيه نزيف نقاط، نزيف نقاط واقاله مدربين. يعني انا متوقع خلال الاسبوع الثالث او الرابع من الدوري ممكن تلاقي فيه اقاله مدربين، في انديه مش هتصبر او مجالس اداره الانديه مش هتصبر على المدربين اللي عندها. ممكن يكون مدرب كويس بس ولكن التوقيت بالنسبه له محتاج فرصه من التوقيت او في وقت طويل ان هو يقدر يعمل انسجام مع الفريق بتاعه، يقدر يفهم، يقدر يحقق نتائج ايجابيه، فدي بتحتاج وقت طويل. هل مجالس اداره الانديه دلوقتي ما بتستمرش او ما يبقى بالنسبه لها في صعوبه ان هي تستمر على نتائج سلبيه؟ فبالتالي الامور يعني كله متحفظ، المدربين متحفظين بشكل كبير جدا، كل مدرب مش عاوز يخسر، الانديه كلها مدعمه، دعامت بشكل كبير جدا، وما بقاش في فرق نقول في فرق طبعا في المقدمه وتخاف منها وتعمل لها حساب، وفي فرق دلوقتي دعامت بشكل كبير جدا، فانت داخل ما تعرفش ده هيلعب بطريقه ازاي وهيمشي ازاي، فمحتاج عدد كبير من المباريات عشان تقدر تفهم كل فريق في الدوري. ولكن المجمل انت لو شفت نسبه التهديف في الدوري هذا الموسم قليله جدا، يمكن يكاد يكون مثلا سيراميكا احرز ثلاث اهداف في اول مباراه، فاز في اول مباراه، بعد كده يمكن الزمالك فاز في مباراتين هدفين وهدفين، بعد كده واحد هتلاقي طبعا في تحفظ كبير، هتلاقي 1-0، هتلاقي 1-1، هتلاقي تعادل، فدي نتائج انا بالنسبه لي شايفها ان لسه
الدوري طويل وبالتالي كل المدربين خايفين من بعضهم، اللعيبه نفسها خايفه من بعضها، فمحتاجين وقت عشان نقدر نحكم على الدوري. ولكن في تحفظ كبير جدا جدا من المدربين واللعيبه خلال المباراه اللي اتلعبت في الجوله الاولى او المباراه اللي اقيمت امس. هو فيوتشر الثالث دلوقتي، سيراميكا الرابع، صح كده، وبيراميدز ما اعرفش ده المركز، لا بيراميدز زي ممكن لا تعادل مباراتين بقى يعني لا بيراميدز مش على كل حال، ده لسه تو ايرلي تماما، ده ولا لسة حاجه بدل. يعني ملوش علاقه ابدا. بس اللي انا عايزه اقوله ان برضو ماتش امبارح الزمالك والسيراميكا في كان حاجه غريبه شويه، يعني الاجوال اللي ما اتحسبتش والحاجات اللي زي كده، برضو بتقيمها ازاي دي؟ لا هو الكورتين اما شفناهم اكتر من مره، كورتين تسلل واضحين، واضحين جدا، ما فيهمش شك فعلا، ما تراجعوا اكتر من مره. هو ما حدش شكك، بس انا بسال حضرتك تفسيرك. لا تسلل واضح، تسلل سواء في الكره الاولانيه لحد دلوقتي التحكيم كويس. لا التحكيم يعني. بس هو كان في نقطه محمد معروف في مباراه امس، يمكن كان في كرة بتاعت الورد دي ضرب فيها لاعب سيراميكا، ده كان يستحق الانذار الثاني والطرد، يعني هو حتى الراجل كان راح بايديه كده ناحيه عشان يديله الانذار الثاني وتراجع. كان جنتل. هي دي، ودي نقطه على فكره سلبيه، انت حكم كبير وحكم دولي المفروض ما يعني، انا اتمنى طبعا سواء بيحكم للاهلي او الزمالك كل واحد ياخد حقه يعني فعلا، صح يعني صح، كل الانديه أكيد. سواء اهلي او زمالك، مش بتكلم مثلا عشان مباراه الزمالك او مباراه الاهلي، لا كل الانديه تاخد حقها. محمد معروف المفروض امبارح، انت حكم دولي كبير، المفروض في خطا زي ده، هو حسب وردي اتخبط، خبط لاعب سيراميكا، فالمفروض انت اعترفت ان هو اخطا. طب ده كره من الخلف يعني، ده ممكن حالا ان انت لو اديته طرد في هذه الحاله كمان ما كانش فيه مشكله خالص، يعني معرقله من الخلف كانت تستحق الانذار او الطرد. ومع هذا هل نقدر نقول ان الشغل اللي عمله كلاتنبرج حتى هذه اللحظه اخذا في الاعتبار ان هو برضو الفتره الزمنيه ما كانتش كافيه قوي، ان هو جاي على منظومه مش عايز اقول مهترئه بس عايز اقول فيها مشاكل كتير؟ صحيح. تمام، هل الشغل اللي عمله حتى هذه اللحظه سمع بالايجاب في الحاله التحكيميه او المنظومه التحكيميه؟ خلينا نقول طبقا لمشاهدتنا عشان نقدر نحكم عليه محتاج وقت، ومحتاج وقت طبعًا. طويل. منظومه التحكيم هي الازمه اللي بتواجه الكره المصريه في السنوات الاخيره. كل يعني انت عندك دوري دلوقتي كواليتي عالي جدا في اذاعه المباريات، عندك دخول جمهور، عندك كل حاجه كويسه، ولكن المشكله اللي بسبب ازمه ما بين اتحاد الكره ورابطه الانديه والانديه هو التحكيم، فعليه مسؤوليه كبيره جدا 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 طبعا. والراجل اللي معاد مع الحكام في بدايه الموسم يعني حذرهم، قال لهم انا في كل مباراه يا كريم بياخد تقييم من مراقب الحكام، التقرير ده بيروح لهم بيقعدوا ويشوفوا يجيبوا الحكم، هات الحالات بتاعتك فعلا ده له درجه 8 من 10 7 من 10، هل يستحق الدرجه دي ولا لا؟ ده كويس. وبناء على ذلك نهايه الموسم الحكام القائمه الدوليه، قال لهم كده، قال لهم القائمه الدوليه انا ما خدتش وقت عشان احط القائمه الدوليه للموسم الماضي ده اللي هو لسه خلصان، السنه الجايه دي او السنه دي القائمه معتمده على التقييمات دي. التقييمات دي هتبقى بالتقييمات دي، وهتلاقي فيه حكام كتير جدا ممكن يحكموا في الدرجه الثانيه ويساووا اخطائهم، يعني الراجل ما عندوش هزار، الراجل الاجنبي ده جامد يعني، هيبقى في قانون يعني ممكن تلاقي محمد معروف وفي... وارد جدا تلاقي محمد معروف بعد الخطا ده هيطلع، هو طبعا بعد كل جوله بيطلع يشرح الحالات التحكيميه، وارد جدا يتم ايقافه، هو الراجل ما عندوش ابيض ولا احمر يعني ولا هو الراجل شغال جاي يشتغل جاي يعني يطور المنظومه التحكيميه، وهي منظومه هي يعني تسبب قلق الفتره دي. والحسم مطلوب في الحاله اللي احنا فيها اعتقد يعني. طبعا هو طبعا له اسمه وكلادنبرج عنده يعني ما يعرفش محمد معروف وما يعرفش مين وما يعرفش سين، هو له في الاداء داخل الملعب، والراجل قلق ودلوقتي كمان بيبص بياخد تقييمات في الدرجه الثانيه عشان الحكام اللي يخطئوا في الدرجه الاولى هيسكنهم مكانهم وهيطلع الحكام دول، فهيدي فرص للجميع. خلينا بقى يعني اعتقد هنروح فاصل ونرجع، بس خلينا نرجع نتكلم شويه على الفنيات. يعني انا ذكرت على الجولين يعني او الهدفين اللي ما اتحسبوش اللي كانوا تسلل للسيراميكا، فده هياخدني لسؤالي، هو ليه سيراميكا كان برضو الى حد ما متسرع؟ يعني تحس ان هو داخل عايز يفوز، وعلى فكره كان بيلعب لعبه حلو وكان بيلعب برضو ما فيش حته الخوف عنده، مش بس كان في دفاع، لا شفنا مباراه حلوه، لكن الفينش بتاعهم ما كانش حلو، رغم برضو ان سيراميكا يعني عامل صفقات ودلوقتي في صرف الى حد ما كبير. فده اللي انا عايز اتكلم فيه، الجزء بتاع الفنيات، لما نرجع طبعا برضو فيما يختص به مباراه الاهلي واسوان. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. كنا بنتابع دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه جزء من تدريب الفريق الاول، ده تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه يعني، طبعا حصري لحضراتكم على 10 الصبح في الاهلي. رجعنا تاني استاذ رامي، وكان في سؤال
المعلق معاك. نرجع له بقى تاني. كنت بتكلم مع حضرتك، عايزين شويه نروح للفنيات. يعني احنا اتكلمنا ان الانديه دلوقتي المختلفه عملت صفقات مختلفه وطورت من نفسها، كان في صرف، كان في اهتمام اكتر. الفرق زي ما حضرتك قلت، مش هقول لفظ خايفه من بعضها، ولكن مترقبه، يعني بتحاول تشوف طرق اللعب، عايزه تفهم بعض اكتر، علشان طبعا كل ما نتعمق اكيد المباريات هتسخن هتصعب. خلينا نروح تحديدا للفنيات الاولى، نبدا بالزمالك والسيراميكا. كنت بقول لحضرتك سيراميكا الفينش بتاعه مش حلو رغم كل الصفقات الجديده وغيره، برضو لسه سيراميكا مش الصوره اللي احنا او يعني اللي المفروض يبانوا عليها. ليه كده؟ انا كنت شايف انه في مباراه امس امام الزمالك هو الافضل فنيا، يعني خلينا في العموم ولا عن الزمالك؟ لا المباراه ديت طبعا هو فاز في اول مباراه 3-0، والمباراه بتاعت الزمالك كان هو الافضل فنيا، اضاع اكتر من فرصه، في هدفين طبعا الغائهم، في فرصه اخرى لاحمد ياسر ريان هدرها برضو في، يعني كان لو ركز فيها بالهيد، لو ركز فيها كانت ممكن تبقى في شباك الزمالك. السيراميكا عنده مجموعه من اللاعبين طبعا، محمد بسام حارس كبير جدا ولكن يسال على الهدف اللي احرزه احمد فتوح، يعني كان تمركزه خطا، عندك جون اوبوكا، عندك احمد ياسر ريان، عندك محمد ابراهيم، ميدو جابر، عنده مجموعه من مهمه من اللاعبين. واحمد ياسر ريان متالق جدا في جدا السيراميكا لعب بصراحه، لعب يعني لعب هايل هايل هايل، اختيار كان رائع، الاعاره هتفيده بشكل لا كبير. لا لعيب هايل وتحركاته كويسه وبيروح على المرمى، وهو احرز هدفين امبارح لولا التسلل، يعني الحظ ما خدمش. ما هو ده رغم ان انت عندك اسماء، بس انت برضو ستيل كان ممكن، اللي انا اقصده تقدم مباراه او نتيجتها افضل من كده. هو برضو النتيجه كان ممكن تبقى افضل من كده، خصوصا انت لسه في الاوائل في المجموعات. بس الزمالك عنده خبراته اللعيبه واللي عنده الفنيات بتاع نادي الزمالك والتاقلم بتاعه، فيريرا مستمر مع نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت دي، فعنده الخبرات افضل من سيراميكا. سيراميكا ممكن مع الوقت، انا شايف ان سيراميكا مع الوقت اعتقد ان هو ممكن هيبقى من انديه المربع الذهبي. يعني انا كويس. شايف ان هو مدرب عنده، احمد سامي مدرب كبير جدا، عنده مجموعه طيبه من اللاعبين، قدم كره هجوميه رغم خسارته امبارح 2-0، ولكن كان يعني ند خطير جدا لنادي الزمالك، ولكن التوفيق وعدم التوفيق وخبرات نادي الزمالك رجحت كفته، ولكن نادي السيراميكا انا اعتقد زي ما بقول لك كده هيبقى من الانديه اللي فعلا هتعمل فارق في هذا الموسم. احمد سامي مدرب كبير عنده خبرات في الدوري المصري بشكل كبير جدا، انا اعتقد ان هو من واحد من افضل المدربين في السنوات الاخيره فعلا في الدوري المصري، فعلا مدرب كبير جدا جدا، واعتقد يعني السيراميكا انا اعتقد ان هو ادى والزمالك فاز بخبراته وخبره لعيبه. طيب خلينا بقى على ذكر الزمالك نتكلم على اللقاء المرتقب والكلاسيكو المصري، وهذا الديربي الخطير اللي ليه عشاء بالملايين بيظبطوا مواعيدهم وبيظبطوا حياتهم على ميعاد هذا اللقاء. اللقاء المرتقب بين الاهلي والزمالك ان شاء الله في كاس السوبر المصريه. كيف ترى اللقاء ده هيكون عامل ازاي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عايز اسال حضرتك على المباراه الجانبيه بقى اللي هتكون ما بين مستر كولر وما بين مستر فيريرا. هي مباراة صعبة جدا على كلا الفريقين، مباراة هي انا بعتبر مباراة الاهلي والزمالك دي بطولة في حد ذاتها طبعا، وطبعا السوبر هيبقى بطولة، يعني دي مباراة بطولتين مش بطولة واحدة. صحيح. النادي الاهلي طبعا يعني النادي الاهلي افضل مع كولر في الفترة الأخيرة، ولكن النادي الاهلي عنده مشكلة حتة التهديف، السكور عنده مش عالي قوي، يعني هتلاقي يعني في المباراتين، مباراة الاسماعيلي ومباراة أسوان، هدف واحد ده بيعمل لك قلق. يعني المفروض ان حتى كولر اتكلم امبارح اللي احنا المفروض كنادي اهلي المفروض نركز اللي احنا نحرز اكتر من هدف، نتيجه الهدف ده ممكن تعمل لك قلق في اي مباراه، ممكن ضرب جزاء لا قدر الله في اخر الماتش، ممكن يحصل لك خطا تحكيمي، ممكن تحصل لك ازمه، ممكن يحرز فيك هدف في اخر مباراه، فبالتالي المطالب كولر الفتره الاخيره ان هو يعالج السلبيات دي. مباراه الزمالك هتبقى مباراه صعبه جدا جدا. الاهلي في حاجه لهذه البطوله، الاهلي بعد خساره الكاس مصر والدوري الموسم الماضي والدوري الموسم اللي قبله، اعتقد هتخفف الضغط على اللعيبه البطوله دي، شيء من المصالحه برضو طبعا 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 طبعا، وفي ضغط طبعا، ضغط جماهيري كبير جدا، اعتقد جماهير النادي الاهلي منتظر هذه البطوله بشق الانفس، عندهم رغبه كبيره جدا ان النادي الاهلي يحرز هذه البطوله، ولكن انت في المقابل بتقابل فريق قوي جدا، فريق مستقر فنيا، فريق دعم بشكل كبير جدا، عنده مدير فني كفء، مدير فني كبير جدا، واحد من افضل المدربين طبعا في الدوري المصري، واحد عمل اسم نادي الزمالك في الفتره الاخيره، فبالتالي الامور هتبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، يعني اللي يفوز بهذه المباراه فعلا هيعاني عشان يفوز، سواء بقى كان النادي الاهلي او نادي الزمالك، عند في خطوط
او في اوراق رابحه لنادي الزمالك. لو النادي الاهلي قادر هيقدر يفوز في هذه المباراه، لابد ان كولر يقرا المباراه بشكل جيد جدا. عندك زيزو المفروض يبقى في مراقبه عليه بشكل كبير جدا، عندك امام عاشور واحد من اهم اللعيبه برده، وعنده لعيب صغير في السن بيقدر بيهاجم بشكل كويس، عنده تسديداته كويسه جدا، عندك بيقدر يدافع كويس، عندك سامسونج طبعا عنده كروت رابحه كتير. بس انا عايز ارجع تاني برده بعد اذن حضرتك للمدراء الفنيين. لو هنقارن ما بين، احنا بنتكلم على مستر كولر حتى هذه اللحظه هو مدير فني جديد، فما كانش عنده مساحه وقت كافيه انه يتعرف على كل امكانيات اللعيبه او الكروت اللي هيلعب بيهم. في المقابل عندك مدير فني كبير مستر فيريرا، مستقر مع فريق وعارف كويس قوي تفاصيل يعني تفاصيل كل لعيب عنده. صحيح صح. فدي ممكن تبقى يعني الفجوه دي ممكن تكون لصالح الزمالك. هي لا ممكن ما تكونش لصالح الزمالك او صالح الزمالك، ولكن ده كله عامل اساسي ازاي الكولر هيعيش اللعيبه الاجواء بتاعه المباراه دي، ازاي يعالج الاخطاء. الراجل مركز جدا، شاف الاربع مرات، خد اربع مرات. عندك نقطه ايجابيه في النادي الاهلي هذا الموسم ان الاربع مرات اللي خدهم كولر النادي الاهلي لم تهز شباكه. مباراتين قدام الاتحاد المنستيري 1-0 3-0، وقدام الاسماعيلي وقدام اسوان 1-0 1-0. دي نقطه ايجابيه للنادي الاهلي، ولكن انت محتاج اللي انت طبعا كولر محتاج وقت، محتاج يعني هتلاقي حتى هتلاقي في مباراه امس في ثلاث تغييرات تم في عن مباراه اسوان عن مباراه الاسماعيلي، في ثلاث تغييرات في التشكيله الاساسيه. هيجي الفتره اللي جايه دي طبعا كولر هياخد وقت عشان يستقر على القوام الاساسي او التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بيجرب لسه اللعيبه، اللعيبه في التمرين غير اللعيبه في الماتشات، الرسميات غير الوديات، والرسميات غير التدريبات، فبالتالي هيحتاج وقت. انما فيريرا طبعا بيرجح كفته انه الراجل عايش فتره طويله مع نادي الزمالك، هو اللي اختار كمان الصفقات بتاع نادي الزمالك. كل بصراحه متالق يعني لا لا مدرب شاطر جدا، وهو اللي اختار الصفقات. فدي ميزه بالنسبه له كويسه ان هو مش لسه هياخد وقت زي كولر. كولر طبعا جه في وقت صعب جدا، جاي في وقت قبل بطوله افريقيا بايام قليله، تعاقد مع النادي الاهلي. ولكن كولر يعني غير سواريش، يعني احنا سواريش في اول مباراته مع النادي الاهلي ما كناش متبشرين بخير ان هو يقدم حاجه، لم نشعر بسواريش. خلينا صحيح نحطها صحيح. في رغم ان هو برضه يعني رغم برضه والله، بس هو الراجل لا هو برضه خلينا نقول هو ما عملش حاجه. الراجل برضه يعني ما كانش يعني ما بس ساعات بتبان حاجات كده في قرايه مباراه، في تغييره طبعًا في تشكيله معينه. ده بقى باين مع كولر يعني. كولر بقى بالعكس ده لسه بقول بقى يعني رغم المده القليله، رغم الفتره اللي هو جه فيها، بس انا اشعر ان في مدير فني ليه بصمات على الارض، في تناغم، في تحسن في اداء اللعيبه. فانا شايفه ان الراجل فعلا لحد دلوقتي حتى لو لعب ماتشات قليله والاستعدادات بتاعته يعني الفتره التمهيديه كانت برده مش الكبيره، لكن في اداء على الارض باين. فانا مستبشره من الناس، مستبشره جدا. وده اللي انا بقوله يعني، هو انت تستبشري بيه ان هو فعلا مدرب، بس مشكله في مدربين محتاجين وقت، محتاجين عشان يطبقوا فكرهم على اللعيبه محتاجين وقت مع اللعيبه. يعني موسيماني مثلا ما اخدش وقت، انا اعتقد كده. لا ما خدش وقت ممكن، بس عشان خاطر الراجل ده عنده خبرات افريقيه وعارف النادي الاهلي، يعني هو كان متابع النادي الاهلي بشكل كبير، وبرده ده صاحب مدرسه سويسريه المانيه محترمه جدا، الافضل في مدرب العالم. لا ما نختلفش عليه ان هو كولر مدرب كبير جدا جدا جدا، ولكن زي ما بقول كده هي هتبقى مباراه صعبه طبعًا. صعب التكون بنتيجتها، واعتقد الفريق اللي هيفوز مش هيفوز، الامور ما هتبقى سهله بالنسبه له. عايزين نقول كمان للمنتخب على ذكر المدراء الفنيين والاسماء الكبيره، احنا عندنا برضو فيتوريا مع المنتخب. هل شايف حضرتك ان هو ان شاء الله الفتره الجايه هيحقق طموحات عشاق منتخب مصر لكره القدم؟ احنا عندنا اسماء المفروض ان احنا نشوف بموجبها اداء مختلف قوي عن اللي كنا بنشوفه مع المنتخب الفتره الاخيره. فيتوريا من المدربين الكبار جدا، خاض اول مباراتين رسميتين امام النيجر والليبيريا، حقق فوز فيهم بثلاث اهداف وثلاث اهداف، فبالتالي ده بيديك حق ان هو مدرب كويس. المدرب ليه؟ هو لعب وفاز. يعني في مدربين ممكن تفوز بس النتيجه تبقى حتى الاداء ما يبقاش مرضي، لا هو لعب وحقق نتيجه ايجابيه وحقق فوز غالي ان هو ثلاث اهداف في مباراه النيجر. منتخبات مش قويه، وكان طبيعي جدا، هو مدرب ذكي جدا، طلب ان هو في اول مباراتين ان هو ما ياخدش مباراه مع منتخبات قويه، محتاج ان هو يدي ثقه للجمهور المصري فيه، يعني برضه ان هو يبدا بمباراتين يفوز فيهم 3-0
والمباراه الثانيه 3-0، هو عاوز يبقى في لغه التفاهم كده ما بينه وبين الجماهير المصريه. فلو طلب مباراه او منتخب قوي كانت ممكن، لو لا قدر الله خسرت او تعادلت او حصل، فده بالنسبه لك هتصطدم بالجمهور. وانت عارف السوشيال ميديا يعني على طول بيحكموا على المدرب ممكن من مباراه واحده او يعني من شوط. صحيح. فبالتالي هو قدر يكسب ثقة الجماهير المصرية، مدرب كبير جدا، عنده مباراة طبعا مع بلجيكا ان شاء الله يوم 18 هتبقى مباراة من المباريات المهمة، فعلا هنقدر نقيمه في هذه المباراة. بس مش عايزين برضو نقيم بشكل لازع، يعني احنا اللي فات ما نقدرش نقيمه بشكل كبير لان هو ما لحقناش، بس وكان في نفس الوقت يعني مش نفس المستوى برضو، احنا كنا افضل. لكن انا بقى في نقطة مهمة حابة ان احنا نأكد عليها، قصة ان انا بالماتش او بالركلة او بالهدف بقيم وبرفع حد سبع سما او برميه تحت خالص، ده بالنسبة لي مش صح، وده دور سلبي لو تم تطبيقه من قبل عدد كبير من الجماهير. احنا لازم نبقى اذكى من كده. بنتكلم هنا على جماهير مصرية، احنا نتمنى وفي من فئة كبيرة جدا عندها هذه يعني او هذا النضج، احنا مش عايزين نبقى ماشيين بالماتش، لان ده هيشكل بعد كده ضغط كبير جدا على المنتخب وعلى المدير الفني والراجل. احنا مش يعني احنا بصراحه هو ده مش هيحصل تاني، بس احنا في غنى عن تبديل اخر للمدير الفني بصراحه. صعب جدا، وعشان كده اتحاد الكره متعاقد معاه 4 سنين، صح؟ اتعاقد معاه لاربع سنوات عشان يبقى اديله فرصه كبيره جدا ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، وما نقدرش نحكم عليهم من ماتش ومباراه. ما ينفعش، لا محتاج وقت طويل. وبعدين خلينا نقول هو احنا يعني زي ما قلنا كولر مدرب يعني مستبشرين، هو نفس الامر على في توريا حقق النتيجه الايجابيه سواء ماتش نايجر او ماتش ليبيريا، ولكن في النهايه انت قدرت تحقق النتائج الايجابيه اللي انت عاوزاها في المباراتين دولت، وهنقدر نحكم عليه بشكل كبير جدا في ماتش بلجيكا هيبقى فيه المحترفين. مش عايزين نحكم قوي برضه. لا ماتش بلجيكا، لا ماتش بلجيكا ما احنا بنقول ايه دلوقتي. لا بس في حاجه، انت لعبت ماتشين وبقالك فتره طويله متعاقده مع المنتخب. لا يعني أكيد خلاص اللي هو بقى الفتره خدت فتره طويله متعاقده بقالك 3 شهور، فانت خدت فتره طويله. عملت كم معسكر؟ عملت استعدادات قد ايه؟ ما هتتقاس كده، مش تقاس بالمده. المتابعه بقى، المتابعه بقى يعني انت عملت معسكر خط يعني لعبت فيه مباراتين وهتلعبوا ماتش بلجيكا وعندك وقت كافي بتتابع مباراه الدوري، انت مش جاي لسه من شهر او شهرين نقدر. لا محتاج أيوة. وقت، ولكن ماتش بلجيكا فعلا هو برضه هنقدر نقول فيه، بس هو الراجل عنده كره هجوميه، الراجل يعني ما بيلعبش بالدفاع او ما لا الراجل بيلعب كره هجوميه، وده اللي محتاجينه مع كميه كوكبه النجوم اللي موجوده في المنتخب المصري. احنا محتاجين نرجع للايام الخوالي يا فندم، الايام اللي كان فيها المنتخب المصري يتهزلوا شنبات بالمعنى الحرفي افريقيا وحتى عالميا. يعني احنا بنتكلم على فريق كان في وقت من الاوقات من اقوى المنتخبات اللي ممكن اي فريق يواجهها في الدنيا. صحيح. ليه بعدنا عن الصوره الحلوه اللي كنا ما بعدناش؟ احنا لو كيروش، احنا وصلنا مع كيروش لنقطتين مهمين جدا، انت وصلت نهائي افريقيا وخسرت من منتخب قوي جدا قدام السنغال. انت لو خدت بطوله امم افريقيا كانت هتفرق معاك خالص، يعني كانت هتفرق معاك اللي انت فعلا منتخب قوي. خروجك من المباراه النهائيه وخسارتك المباراه النهائيه وخسارتك في التصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم، ده اثرت عليك بشكل كبير جدا. ولكن انت وصلت المراحل النهائيه، كيروش عمل اللي عليه مع المنتخب رغم السلبيات ان هو يعني في لعيبه كتير استبعدها ولعيب اثر فيهم بشكل كبير جدا، ولكن كيروش نجح مع المنتخب الوطني عشان كده كان عاوزين يجددوا له وحصلت مشاكل بسبب المساحات الماليه، ولكن كيروش نجح مع المنتخب وصلك المرحله النهائيه مع منتخب كبير قدام السنغال واللي حصل في السنغال وخسرت بركلات الترجيح، وفي نفس الامر برضو خسرت من السنغال في نهائي بطوله الامم الافريقيه. لا المنتخب الحمد لله الفتره اللي فاتت دي افضل من الاول بشكل كبير جدا، واعتقد مع فيتوريا مع التدعيم اللي بياخده من اتحاد الكوره ومجلس اداره اتحاد الكوره ومن الدوله المصريه الفتره اللي فاتت دي، اعتقد ان ممكن يكون له شان وشان كبير جدا، واعتقد ان عندك كميه كبيره من اللعيبه، عندك محمد صلاح، عندك محمد النني ربنا يشفيه طبعا، عندك كل اللعيبه المحترفه وعندك لعيبه محليه اكثر مرموش. من رأيها. لا لو عندك لعيبه محليه دلوقتي طب. عشان تطلع لعيبه محليه من الدوري المصري، الدوري المصري دلوقتي لا يعني في مواهب كتير جدا يا مسهل يا فان شاء الله اتمنتنا المنتخب ان شاء الله. استاذ رامي بجد نورتنا والله، بشكرك جدا. شكرا استاذ، انا سعيد بوجودك معانا وان شاء الله نتشرف بوجودك معانا مرات قادمه باذن الله ان شاء الله. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، وبمجرد العوده من هذا الفاصل هتكون دكتوره دينا ابو السعود في استضافه نهاوند وحوار يهم كتير جدا منكم، تابعونا.